السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعا هنتكلم عن، يعني عايزين نقفل الموضوع بس بيومه فؤاد اللي شاغل الناس وشاغل الرأي العام، والناس بقت ليه الناس انطفت قوي علشان بيومي فؤاد، واشمعنى بيومي فؤاد وايه الحكاية. أولا موضوع بيومي فؤاد باختصار شديد جدا، بيومي فؤاد معروف من الفنانين اللي تقريبا بقى أيقونة في كل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والراديوهات، في أي حاجة خاصة بالفن فبيومي فؤاد راشق فيها. بيومي فؤاد من الناس اللي كانت محبوبة بين الناس، وانت لو مش بتحبه او بتضحك عليه على الاقل مش هتبقى متضايق ان هو موجود في اي عمل انت بتشوفه. فبالتالي هو الراجل ما شاء الله كان شغال كويس قوي 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 قوي، شغال في كل حاجة وراشق في كل حاجة، وظروف مش هقول لك بقى ظروفه يعني المادية، مش هنتكلم في الماديات، لكن هو كان موجود ومشارك بشكل قوي ونقدر نقول ان هو محبوب. الناس قلبت عليه ليه؟ رغم ان محمد انور مثلا هو اللي كان بديل محمد سلام، فليه الناس ما حجتش الهيجان ده كله على محمد سلام؟ او عمرو اديب مثلا وهو بيعرض، مش عارف ايه، فنانين كتير جدا طلعوا عرضوا لموسم الرياض لكن ما خدوش نفس الزخم بتاع بيومي فؤاد. فانا بقول لك اول حاجه، بيومي فؤاد فنان مشهور، فنان شغال في كل حاجه، دنيته ماشيه، ليلته حلوه واموره كويسه جدا، فالناس شايفة ان ما كانش في مبرر ان هو يقول الكلام اللي قاله ده. طبعا الكلام اللي بيومي فؤاد قاله بالمناسبة يعني تقريبا كده اكتر من 95% منه ما الناس ما كانتش اصلا هتفكر فيه. يعني الكلام كل اللي قاله بقى والدقيقتين ولا ال3 دقايق اللي طلع قاعد يتكلم فيهم، والنحنحة والعياط والكلام ده كله على فكرة، وان انتوا كتر خيركم والاداء الفكري اللي اتعمل ده كله، صدقني ما كانش هياخد زخم غير حاجة واحدة بس، ان هو جمله بسيطه او جملتين اللي دخلهم من حقك انك تعتذر، لكن مش من حقك انك مش عارف تهين فنك ومش عارف ايه. انت يعني انت عايز تعرض، دي بقى مشكله الناس. الناس ليه بقى الناس اتضايقت من دي؟ انت عايز تعرض عرض، مفيش مشكله، انت رحت اصلا، فطبعا ايه ليس بعد الكفر ذنب. انت خلاص رحت موسم الرياض وبتشارك يا معلم، فهتطلع تقول بقى اي حاجه، تطبل عشان قرشين وكلام من ده، انت حر. لكن ليه عايز تلوث او تعوز او تحط محمد سلام في حته؟ يعني هي لا مؤاخذة، انا اسف، يعني زي بالظبط كده اللي شغالين في بيت دهار، واحد هم كلهم عارفين ان هم بيعملوا حاجه حرام وغلط وما ينفعش، والناس بتبص لهم ازاي، فلما تيجي واحده فيهم تتوب تقول بقى انا ربنا تاب عليا وهخرج، كلهم يقعدوا يعايروا فيها ويقعدوا بقى يقطموها. طب يا معلم ايه، هو قوم لوط يعني؟ انا اسف يعني، ما نفس الحكايه، اخرجوا قال لوط من قريتكم انهم اناس ايه يتطهرون، بس طلعوا الناس الوحشه دي، ده ناس نظيفه. نفس الحكايه كده، ده بالظبط اللي بيومي فؤاد عمل، وده سبب الهجوم عليه. فالناس يعني انت تطلع عرب براحتك، خد فلوسك عادي وعيش حياتك عادي وتنحنح واعمل اداء فيك وكل اللي انت عايزه يا سيدي، وقول احنا بنقدم مش عارف ايه، احنا مش جايين نهزر واحنا جايين نضحك يا معلم. ده انت اقول لك ايه، بس يعني سيبك من السبوبه دي يا راجل، ده انت عندك مش جايين تضحكوا، امال انتوا رايحين تعملوا ايه؟ بيومي فؤاد يعني اعقل بس كده، الله يبارك لك. فده سبب الهجوم الاساسي على بيومي فؤاد، اللي هو انت الناس عايزه تقول له يعني انت في حل ان انت تعرس، انت ليه يعني انت ليه وبعدين التعرس هنا مش قلت لك مش فكره ان هو بقى بيوطي وبيعيط وانتوا وكتر خيركم وحقكم علينا واحنا بنيجينا السعوديه بنتشرف وبتاع، كل الكلام ده قصه، وانت ليه بتجيب زميلك؟ طبعا انا من يعني انا اعتقد ان ده سكريبت كان مكتوب لبيومي فؤاد عشان يقوله، وهو ما تصرفش الحقيقه للاسف بذكاء، لان لو بيومي فؤاد طلع على الكلام ده من غير ما يدخل محمد سلام ولا حد كان هيذكره اصلا. يعني المرة الوحيدة اللي بيومي فؤاد طلع فيها ترند منزلش لحد دلوقتي. سلام، اشوفكم فيديو جديد.